هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج التالو، رح احكي فيها عن مشاعرك ناويك ولما ستطول علاقتكما. كذلك رح احكي عن مشاعر الحبيب، ورح اخصص فقرة للناس العزاب، الناس اللي ما عندهم حدا بطريقهم. رح نكشف بالورق هل في عودة شخص من الماضي او هل في شخص جديد بحياتهم. رح نشوف شو رح يطلع لك بطاقة. بدي نوه لشغلي، وكما يعني عودتكم على أن القراءة يعني ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وهناك في احتمالية أن تكون قراءة عكسية. هيدا كل شيء، وما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي، وتحطوا لي لايك أي شيء أي شيء. أنا بكون سعيدة لما بتحطوا لي هيك وبتسندوني وتبعتوا لي مسجات حلوة. شو رح يطلع لك يا برج التالو؟ برج التالو ان شاء الله رح يكون خير. اوكي، ليش كل الطاقات طلعت عندي هالشهر؟ كل شي مدمر، كل شي مخاصم، ما بعرف، ما بحب هيك طاقات صراحة. عم يطلع كذلك يا برج التالو نفس الشي، انت حاليا تعرضت لصدمة وكتير هالصدمة ارهقتك، كأنه انت بتحاول توقف على رجلك وبتحس حالك لازم تعمل توازن بحياتك يا برج التالو. ما بحب هيك طاقة صراحة، بحسك حالك يعني حزين. للبعض منكم حزين على ابتعاد الحبيب او ابتعاد شخص مهم بحياتهم. انا عم شوف في صدمة تعرضت لك كتير قوية، غيرت لك تفكيرك وحتى طاقتك يا برج التالو. عم حسك كأنه عم تحاول تشافي حالك بحالك يا برج التالو. اما الشريك ما عم شوفه حاليا في حالة توازن، ممكن يكون الشريك برج الميزان. هالشخص يعني عنده قدرة انه يوازن بين عقله وبين قلبه. عم شوفه هالشخص عم يحبك كتير، في حب قوي من ناحيتك، يعني عم يحبك الانسان كتير مش شوي يعني. بس عنده القدرة انه ما ينجرف وراء المشاعر كتير، عنده القدرة انه يحكم بين المشاعر يعني بين القلب والعقل. ممكن عم يشتغل الانسان بمحكمة، ممكن يكون قاضي، محامي، اي حدا بيشتغل بموضوع القوانين. كذلك عم شوف يعني عم ينتظر يعني رسالة منك. كذلك عم شوف الاوضاع مش حلوة انت والشريك. عم شوفك حاليا عم تراقب الشريك، عم تبحث له، يعني ممكن تراقبه على مواقع التواصل الاجتماعي. عم شوف طاقة المراقبة كتير من ناحيتك انت يا برج التالو. عم تتذكر هالانسان وعم تراقبه حاليا، ممكن كأنه بحط يعني بحط صور وهو مسافر، هو مستمتع بلحظات جميلة، وانت عم تراقبه وتشوف كل لحظة شو بيعمل فيها. اوكي، كذلك عم شوف الشريك كذلك عم يتذكرك هالانسان في طاقة تذكر، وعم يشوف هالانسان بحبك كتير. انا عم شوف طاقة الحب كتير قوية لهالشخص، بحبك، عم يتذكرك، عم يتذكر اللحظات انت ومع يعني انت ومعه. كتير سعيد يعني، كتير طاقة الميزان عم تطلع، ما بعرف ليش يعني تطلع يعني طاقة الميزان. بس اذا ما كان ميزان ممكن يكون برج هوائي كذلك، او يعني حدا عنده هيك طاقة، شخص بتلاقي متوازن، بيعرف يعني يفصل حياته العملية عن حياته العاطفية، عنده هالقدرة يعني بشخصيته. كذلك عم شوفك انت يعني ما بتحب فيه الاشياء التي لا تحبها فيه، يعني ما بتحب فيه هي الصفة تبع يعني حدا صلب،
مش صلب يعني راسه تخين، يعني ما بي يعني ليس بالشخصية المرنة، شخصية هيك عنيدة جدا، فيها نوع من العناد القوي. أوكي، أنت ما عم تحب فيها الشخصية وما عم تحب فيها هالصفات، هالصفات عم ترهقك أنت يا برج التلو. بتحسه شخص بيعند على أتفه الأسباب، يعني هالعناد ممكن هو سبب الابتعاد عن بعض، كل واحد لحاله، بس كل واحد عم يفكر بالآخر، عم شوف حب من جهتين، بس يعني في نوع من الصلابة والفكر العنيد. أما أنت عم تحب فيه اهتمامه لإلك، شخصية جميلة وشخصية حساسة كذلك. هالإنسان يعني بتحب فيه أنه مش بيقدر يبعد عنك، بالرغم من حتى أوقات عم تبعدوا عن بعض وبتفترقوا عن بعض، بس بتضلوا تذكروا بعض، تتذكروا وترجعوا للعلاقة من جديد. أوكي، أما هو ما بحب فيك كذلك حتى أنت كثرة النقاش وكثرة الصراع أنت وياه، ما بحب هالشخصية فيك، بحسك أنه لو تغير شوي من هالصفات يا برج الدلو كانت العلاقة رح تكون أحسن وفي اتجاه أحسن. أوكي، عم شوف كذلك أنت بالضبط طالع يعني الكارت تبع الصدمة، أو كأنه أنت حصل لك يا برج الدلو صدمة بحياتك، الصدمة أثرت على العلاقة، ما مخليت يعني العلاقة تستمر أو تروح لاتجاه جيد. أما الإشي الإيجابي يعني بحسك أنه أنت شخص هيك قوي، بالرغم من كل التعب او المواقف الصعبه اللي تعرضت لها يا برج الدلو، بتضل تكابر وتقاوم وتضل يعني تبحث عن النجاح. شخص منه سهل يستسلم انت يا برج الدلو. ممكن عم يطلع لي كذلك، ممكن الشريك يكون مبتعد عنك في ابتعاد جسدي او عاطفي عن بعض، هذا بيطلع لك كذلك. أما أنت صراحة بحسك مدمر جدا، ممكن ما يكون حتى العلاقة اللي مدمرتكم في شيء أو في سبب مخلي حتى الابتعاد سهل. أوكي، ممكن تعرضت لشيء بالعمل بعائلتك، حتى يعني هذا الموضوع أثر على العلاقة وحتى أثر على حياتك أنت يا برج التلو. أنا في كسرة قلب عم تطلع لي، يعني أنا هالفيديو عدته كذا مرة لأنه ما حبيت هالقراءة أو ما حبيت الصدمة اللي تعرضت لها يا برج التلو، وعدتها يعني كذا مرة وعم تطلع لي هالكارت، يعني في صدمة تعرضت لها يا برج التلو أنهكتك وخلتك يعني تحس بألم داخلي. ممكن تكون العلاقة هي سبب، ولانه هون في يعني طاقات كتيرة رح يطلع لنا كتير ثقات. اوكي، اما انا عم شوف انه في جرح بقلبك يا برج التلو، اما هو عم يتذكرك، بيظل يتذكرك هالشخص، عم يحبك حب كتير قوي بالرغم من البعد الجسدي بينك وبينه، بس انا عم شوف في تمنيات انه يكون معك هالشخص. اوكي، كذلك هل في رجعة؟ في احتمالية انه تكون رجعة للناس اللي مبتعدين عن بعض، وخاصة عم شوف في بعد جسدي كتير قوي بينك وبينه، عم شوف في رجعة ان شاء الله. حدا رح يكتب مسج للبعض. اوكي، يعني في نية انتو مع بعض انت والشريك، عم شوفك داخلياً يعني باللاوعي تبعكم بدكم ترجعوا لبعض، بدكم تكملوا العلاقة، بس في نوع من العناد، في نوع من يعني صلابة رأس ما بتخليكم تكونوا شوي مرنين أنت والشريك. عم شوف في عناد كتير قوي من ناحيتك ومن ناحيته كذلك. أما الناس العزاب، الناس اللي تحكي، يعني قبل أتطرق على العزاب بدي احكي يعني الطاقات اللي طلعت عندي. طلع عندي برج الميزان، برج العقرب، طلع برج الجوزاء، الحمل، الثور، وشو تاني؟ اوكي،
هذا كل شيء، هيدي كل الطاقات. ممكن حتى يعني أما الطاقات، أنا عم شوف الأبراج الهوائية، الأبراج المائية والترابية والنارية، كل الطاقات طالعة عندي، لأنه هذه قراءة عامة، يعني كل الطاقات رح تطلع. كذلك برج الأسد نسيته، أوكي. هيدا للناس اللي عندهم علاقة أو في انفصال بينهم، بس الناس العزاب والذين ينتظرون شخص يعني قادم بحياتهم. عن بيطلع لي كارتك يا برج التلو، في كارت برج التلو ممكن أنت يا برج التلو عم تنتظر، وبخيالك وبعاطفتك وحتى بقلبك يرجع شخص من الماضي، عم تنتظر أنه يرجع لك، أوكي؟ لأنه عم شوف كأنه أنت بتشوف أنه العلاقة ماتت، ويعني كأنه في قطيعة كتير قوية وكتير طويلة، وأنت تتمنى رجوع الشخص، وتتمنى تجدد العلاقة بينك وبينه، ويعني قلبك يعني كتير مليان من ناحية هالشخص، يعني حامل ضغينة وحامل أشياء سلبية لهالشخص لأنه تركك، لأنه عم شوف في صدمة تعددت له، وعم تفكر بهالإنسان كتير، في يعني بتتذكره كتير يا برج الدلو. هذا للناس العزاب، يعني شفت هل في عودة؟ ما عم شوف في عودة لهالشخص، بس عم شوفك أنت عم تتذكر هالإنسان. إذا عم تسأل هل في شخص، قدوم شخص جديد، ما عم شوف كذلك يا برج التلو بهالشهر، بس عم شوفك تتذكر إنسان من الماضي أو تتمنى قدوم شخص من الماضي. نصيحة للبرج، يعني نصيحة لبرج التلو، كأنه في دعوة لبرج التلو على أنه ما ينتظر هالشخص، ما ينتظر، ممكن لأنه عم شوف في هذا الشريك الذي يعني تتمنى أنه يرجع لك هو بعلاقة حاليا، لهيك ما عم يفكر أنه يرجع لك أو يبعث لك مسج، أوكي. هذا ما بيطلع لي، يعني اللي بيطلع لي بطاقة شهر أكتوبر. ليش كل هالطاقات سلبية؟ تمنيت لو حط يعني بس قراءة واحدة تطلع لي حلوة، ما عم شوف أبد، ما بحب. رح اخذ لك نصيحة، اوكي. في كرت هون حلو بيقول لك ارقص، وانه في احتفال رح يعني رح يحصل بحياتك، يعني ممكن تكون في لحظة رح يجيك شيء حلو رح ترقص لفرحته. وهون كمان بيقول لك انت تعرف شو تعمل، بس ثق في احساسك، ونظم او يعني حدد اولوياتك بالحياة وعمل عليها، بالرغم من انه حتى لو تأخرت الاشياء رح تأتي ان شاء الله. يعني بيدعوك الوراق على انه تبحث او تعمل، تهتم بعملك، تهتم بشغلك، تهتم بكتير أشياء بالحياة، تهتم حتى بالسعادة والفرح، تعطي طاقة حلوة لإلك لتجلب لك كل الخير إن شاء الله، أوكي. وهون كذلك بيقول لك إنه أنت عندك صلة جميلة جدا مع الأطفال، وأنت تساعد الأطفال اللي كتير حساسين، اوكي. انت تساعدهم حتى لو كان بضحكة، حتى لو كان بابتسامة، انت عندك هيك علاقة جيدة جدا مع الاطفال. ممكن العلاقة الجيدة مع الاطفال لانه انت انسان هيك انساني، انا بحب في شخصية برج التلو انه شخص بحب الانسانية وبحب الحرية وبحب العدل بالحياة، بحبهم لهالاشخاص، لانه امي برج التلو. بتفائل بيكم كتير، وبتمنى لكم كل الخير ان شاء الله، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، و الف يعني بتمنى لكم كل السعادة يا برج التلو. شكرا لكم.